بيت الهنا. مشاهدينا أهلا بكم. الأصحاب نوعين، يا إما حامل المسك يا إما نافخ الكير، واحد بنقرب منه وبنستفيد، واحد أحسن الابتعاد عنه. كيف إحنا ممكن نحمي أبنائنا في سن المراهقة من الشلة؟ حديثنا في معية الدكتور سر الشيخ أستاذ بجامعة النيلين. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، سن المراهقة سن خطيرة جدا زي ما إحنا عارفين، والأبناء بتاخذوا فيها مجموعة من الأصدقاء. في رأيك هل في محددات لاتخاذ الأصدقاء ده؟ طبعا المراهق عايز يبحث عن جماعة يبث فيها همومه ومشاكله وأحلامه وخلافه. نعم. فالصداقات هذه يعني أحيانا تكون غير منطقية، لما نجي نحن نشوف لها أسباب منطقية، شكلها كيف وبدت كيف و لماذا ينتمي لهذه الشلة أو تلك. أشياء أحيانا الإجابة تكون غير مقنعة أو غير منطقية، لكنها في كل الأحوال هي محاولة من المراهق أو المراهقة للانضمام إلى جماعة يحس فيها أنه موجود مع هذه الجماعة. وبعدين هو الإحساس ده ما بحس به في الأسرة، فبيحاول مثلا يبحث عنه في مكان آخر. نعم، هو حصل تغير معين والأسرة ضاقت بهذا التغير أو ما استطاعت أنه تستوعب. نحن نفترض هذا افتراض يعني. نعم. في الغالب الأعم يعني. نعم. إنه الأسرة ما تعير اهتمام، حتى لو عارض اهتمام هو بيحس بأنه في أشياء معينة لابد تكون يعني تحقيقها، لابد يكون في الشلة وليس خارج الشلة. ممكن نقول أنه دي من ضمن الحاجات التغيرات اللي أصلا بتحصل له، سواء في خطأ من الأسرة أو ما في خطأ. نعم، التغيرات أصلا هي تحدث يعني وجود شلة للمراهق دي ضرورة بيولوجية؟ ليس في كل الأحوال، لكن في الغالب الأعم التجارب كلها بتاعت المجتمع دلت أنه الابن أو البنت في مرحلة المراهقة لابد أن يحتمي بشلة كما ذكرت فيها كثير من تحقيق حياته واهتماماته. شنو الصفات اللي بتخليه انه يحس بانه الشله دي هو حيقدر يحقق من خلال حاجاته او ينفذ عن حاجات في دواخله؟ يعني التغير اللي حدث في مرحله المراهقه، التغير طبعا بيكون في النواحي العقليه والفيزيولوجيه والسيكولوجيه والسلوكيه. وبالتالي بيحس بانه الاسره في اشياء معينه كده في حرج من انه يطلع عليها الاسره الام ولا الاب. وبالتالي الاسره الشله هذه هي ملاذ امن بالنسبه له، بيحس بانه فيها جميع ما يطلع عليه المظهر، لانه هناك كان محكوم، بيحس بانه في قيود عليه في الاسره. يعني الصراع الذي يحدث ما بين اشباع حاجات معينه وما بين القيود او الضوابط سواء كان الاخلاقيه او السلوكيه او المجتمعيه تدفع. نعم، تتضارب مع بعض، تدفع لانه يبحث مع الشلة ويحقق ويجيب عن الأسئلة التي لا يستطيع. إذن من أهم صفاتهم أنه معه في نفس العمر، بالتالي حيفهموا لغته، معه في نفس العمر وفي نفس التغيرات. نعم. حصل لهم كلهم. نعم. في صفات ثانية ممكن تكون في صفات اللي هي المسألة الحرية. الحرية الحرية دي هم بعيدين عن الرقابة، طالع من جو بتاع قيد ماشي لجو آخر فيه أكثر تحرر. نعم. كلهم متحررين. طيب ما دام كلهم حاسين ان هم متحررين، ده ممكن يؤدي لنوع من الانفلات، يعني هل احنا مفروض نتدخل في اختيارهم لشلتهم؟ اكيد، بالتاكيد يحدث انفلات وتحدث اضرار للمجتمع، يتضرر هو كمراهق شخصيا، يتضرر منه المجتمع والاسره ايضا تتضرر من هذا السلوك. نعم. بالتالي لابد من تدخل الاب والام للنظر في هذه الشله، ومن ثم لابد من توجيه كيف ممكن يتدخلوا بدون ما يحسسوه بانه حتى وانت برا البيت احنا حنمارس عليك القيود الاسريه؟ يعني اذا كان سهله جدا مثلا من ناحيه التطبيق التربوي، سهله جدا، ممكن نعزم الشله في البيت يعني. نعم. ومن خلال نموذج بناء علاقات القدوه وبناء علاقات اجتماعيه معينه. نعم. يمكن ان تمتد هذه، وقد حدثت تجارب كثيره جدا. نعم. انا اذكر انه في بعض الطلاب حكوا لي انه في علاقات امتدت للاسر يعني. نعم. واستمرت لفترات ما بعد مرحلة المراهقة هذه إلى حياة، وبكده بيعزز حاجات في شخصية أبنائنا ويعزز الثقة في نفسهم إنه هم الآن أصبح عندهم الإمكانية يختاروا ويتعاملوا مع الآخرين. نعم. وأيضا يستطيعوا يتفاعلوا مع الآخرين ويبنوا علاقات لعل ذلك وحوارات، يقلل من عزلتهم عن الأسرة يعني، ويعطيه الثقة بنفسه وإنه هو الشخص غير ضار وإنه. نعم. هو غير ناقص، لأنه الشعور بالنقص والهزة التي تحدث هذه في مرحلة المراهقة تصيب كثير من الأبناء
بالتوهان حقيقة نعم. إن جاز التعبير. احنا هنتحدث عن الهزة النفسية نعم في التضارب ما بين الرغبات وما بين القيود الأسرية، لكن بعد ما نشوف الاستطلاع ده ماشي. بيت الهنا. والله بتدخل في الحتة دي ليه؟ يعني هذه سن صعبة. مجتمعنا السوداني ما بيقبل حتة زي دي ذاته، عشان انت تخلي ولدك في سن بتاعت مراهقة يختار شلته وأصحابه. لا أطلق لكم الحبل على القارب لكي يختاروا بطريقته الخاصة. أنا لما ربيته لما نسأل مرحلة السن المراهقة بكون خلاص أنا واثق من تربيتي له، فبعد ده بخليه هو يختار. بيت الهنا. دكتور، قبل الاستطلاع كنا نتحدث انه الاسره بامكانها انها تختار لابنائهم وسط جيد خارج البيت اللي هم اللي بنسميهم الشله، لكن باسلوب لطيف. وان لم يحدث ذلك ذكرت انه في هزه نفسيه بتحدث لابناء المراهقين وعندها اشكال معينه، فعايزينك تحدثنا عنها بصوره اكبر. يعني كما ذكرت عدم اتاحه فرصه للمراهق انه يختار الشله اللي هو عايزها. نعم. من واقع أشياء معينة بيرى في هذه الشلة هي المثال. هو ما طلع من البيت ومضغوط نفسيا. نعم. طلع من البيت من تغيرات حتى الأسرة مرات ما تعرف إنه هو ليه متضايق. نعم. إذا كان ما كانت واعية وعارفة إنه التغيرات دي حصلت ليه يعني. نعم. بالتالي احترام الشلة في تقديره هو احترام الشلة، احترام الأب والأم للشلة بتاعته دي معناه احترام له هو لذاته. نعم. عشان كده نحن نستطيع أن نعالج جميع السلوكيات الخاطئة في هذه الشلة. لكن تحدث هزة رهيبة جدا إذا كان في عداء ما بين أسرة هذا المراهق أو المراهقة والشلة. نعم. الهزة تحدث من أنه وقفوا أمام رغباته، لأنه هو يرى أنه المثال والقدوة في هذه الشلة. نحن يمكن أن نعالج هذا الموقف بأنه نتدخل ونصلح الحال، يعني ما بين والعلاقة ما بين الأسرة والابن هذا بعلاقتنا المتينة جدا والجيدة مع الشلة وتوجيهها في اتجاه السليم. لكن إذا كان حصل صراع إنه نحن نعمل حرب مع هذا الابن عشان هو مخالط هذه الشلة، دي نتائج خطيرة جدا على الأرض. طيب، في مقولة بتقول برضو إنه الصاحب ساحب، يعني إحنا لو حاولنا نحترمهم وكذا وكذا لأنهم شلة ابننا عشان نديه ثقة، ممكن يكون هذا الصاحب عنده بعض الصفات الغير جيدة ممكن يعود ابننا عليها. الصاحب ساحب ومسحوب أيضا. نعم. برضو مسحوب، لأنه نعم. هو قد يتأثر يؤثر وقد يتأثر، ودي على حسب قوة الشخصية بالنسبة للمراهق نفسه. نعم. مدى تماسكه الانحيازات التي تحدث والانفعالات التي تحدث وتغير السلوكيات، نعم ترجع لها للأسرة. نعم. فنحن نكون طبعا سعداء جدا إذا حظينا بصاحب لابننا المراهق هذا ويكون سلوكه جيد ويأخذ ابننا معه في اتجاه السليم. نعم. اتجاه المرغوب تربويا. لكن تكون التعاسة في أبلغ مستواها إذا كان نعم. هذا الابن صاحب ولد أو مراهق في عمره يعني سيء الخلق. نعم. هذه تكون مصيبة طبعا كبيرة جدا جدا، لأنه النتيجة في النهاية لو ما نحن راعيناها ووصلناها في مكانة وفي زمانة. نعم. النتيجة حتكون وخيمة جدا على الأسرة. نعم. فبالتالي الصحيح المراهق يتأثر بالصاحب ويسحب معه ويحدث لأنه العكس. ممكن برضو هذا المراهق لجوانب الاحتياجات زي ما انت ذكرت اهلها ما تفهمته، تعجبه افكار هي مضره لكن تعجبه ويتبناها. نعم. ما نحن في كل الاحوال يعني نؤكد انه المراهق ده يحتاج الى رعايه مستمره. نعم. يحتاج الى اهتمام مستمر وملاحظه مستمره. كثير جدا كما تعلمين انه انشغال الاب والام بالحياه وواقع الحياه هذا يكون سبب في ضياع الابناء. نعم. يعني انشغالهم نعم. كثير جدا انشغالهم في الحياه العامه والاجتماعيات والمجاملات وخلافه يشغلوا معنا. لكن لابد لاحاطه المراهق هذا، مش مساله سجن نضعه في سجن. نعم. وانما اذا كان اديناه الحريه حريه في حدود. نعم. واذا كان قيدناه نقيده في حدود. نعم. واذا كان وجهناه نوجهه في حدود، لانه يكون بالغ الحساسيه تجاه كثير من الموضوعات، تجاه كثير من النقد، تجاه كثير من الارشاد.
دكتور، أنت تحدثت عن أهمية تدخل الوالدين برضو في اختيار الصديق ومعرفة الصديق وأبعاده وأخلاقه وتربيته، لأنه حيأثر في ابننا. لكن في بعض الناس بيشوفوا أنه المراهقة هي علامات معينة من التهور مثلا، من التصرفات غير سليمة، إذا لم تحدث معناها أنهم هم ما مروا بمرحلة مراهقة. فعلا في ناس ممكن ما يمروا بمرحلة مراهقة؟ هو الذي يظهر لنا من هذه هذه الصفة والمراهقة هو السلوك الظاهري. نعم. قد تكون في تفاعلات كثيرة جدا جدا في داخل المراهق نحن ما نلاحظها مثلا، لكن السلوك الظاهر لنا يعني هو المؤشر أو المعيار لهذا الطور. هو الطور من حيث هو تقسيم لعمر الإنسان ضروري لا بد منه، يعني لا بد يكون في، لأنه هو هي مرحلة تلي مرحلة البلوغ. نعم. مراحل المراهقة هذه مثلا من الطفل فبالغ فمراهق فراشد إلى آخره. نعم. يبقى هي مرحلة زمنية وعمر زمني معين بمر به تقسيم زمني. فيبقى إذن كون المراهق لا يمر بهذه المرحلة هو لا يمر، قد لا يمر بالأشياء العدوانية أو الخطيرة أو الأشياء التي يخاف منها المجتمع. المراهقة الأنثى اختيار للشلة أو صداقة مع الشلة بشكل خطورة زي اختيار المراهق الذكر للشلة؟ بالتأكيد لا، لأنه الولد ما يعبأ، يعني مثلا البيت مهما كانت مرحلة مرت بها مرحلة بعد البلوغ دي. نعم. وعنفوانة لا تصل إلى صورة المظهر الذي يتفق مع مزاجه. نعم. بغض النظر عن مزاج المجتمع ورأي المجتمع أو الدين. نعم. بالذات عندنا في السودان. نعم، في الولد ما في مشكلة. نعم. الولد ممكن يربي شعره هيبيز، ممكن يعمل الاكسسوارات، ولعل دي من الظواهر اللي لاحظناها مؤخرا، الظواهر يعني الآن واللبس نفسه والشكل الغريب. لكن البنت مهما بلغ بها الحال عندها الوازع وعندها تقريبا النظرة للمجتمع، مراعاة للعرف، مراعاة مراعاة للعرف والتقاليد والمجتمع إلى آخره، وفي تقديري إنه هذا يجلب العيب للأسرة والمجتمع. في ظروف المجتمع اللي أنت ذكرتها محاط بأعراف ودين وتقاليد، ممكن يكون في شلة مختلطة يعني فيها إناث وفيها ذكور في سن المراهقة، ولا دي حاجة أنت بتراها يعني جيدة ولا غير جيدة؟ نحن لاحظنا الآن في مؤسساتنا التعليمية الآن في شلل، بدأت تظهر شلل كان زمان موجودة في مجتمعات أخرى غير المجتمع العربي، وحتى عندنا في السودان ما كانت موجودة هذه الظاهرة، الآن أصبحت الظاهرة موجودة. وما في خوف منها إذا كان المسألة في إطار التعامل، لأنه أصلا المراهق يحاول اكتشاف الآخرين، يحاول اكتشاف الجنس الآخر. نعم. يحاول اكتشاف عالم آخر. نعم. وبالتالي والبنت بنفس المستوى، يعني البنت إذا مقبلة على بعدين يعني. نعم، في نوع من الفضول لمعرفة خصائص الآخرين وكيف نتعامل معه. البنت تحاول اكتشاف الرجل والرجل يكتشف يحاول اكتشاف البنت وهكذا. المراهق السوي هو شاب سوي، هو رجل. نعم. المجتمع السوي أيضا. نعم. وربنا يديك العافية دكتور أسير الشيخ أستاذ بجامعة النيلين، ولكل الأمهات والآباء أصدقاء أبنائنا ما بالضرورة يكونوا مضرين لهم، وإحنا كمان لازم نتعرف على كل تفاصيل حياتهم. ست البيت اتعرف على تفاصيل المطبخ أكثر، طبق اليوم. بيت الهنا. مرحبا بكم مشاهدينا، واليوم حنقدم لكم طبق شهي جدا مع شيف سامي محمد. ازيك يا شيف سامي؟ اهلا ومرحبا بك استاذه سحر، ومرحبا بالساده المشاهدين، وتحيه لكل ربات المنزل. احنا عايزين نتعرف على طبق اليوم وعلى مكوناته. طبق اليوم عندنا سلطه السيزر او القيصر. نعم. وعندنا مكوناته، هنا عندنا خس، وعندنا كروم احمر، صدور فراخ، عندنا انشوغا، ومايونيز، جبنة برمزان، عندي اللي هو حب برايم حب الهال المخلل. نعم. وعندي ملح وفلفل وزيت زيتون. إذا نشوف كيف نحضر سلطة القيصر، وبما إنها قيصر ده واحد من الملوك يعني، فإذا هي هتكون سلطة فخمة جدا. فهي عشان شوية فخمة نوعا ما سميت بسلطة القيصر. فأنا عندي الفراخ بالطريقة دي كده، أنا قاطع طبعا صدور الفراخ. نعم. بالطريقة دي، فلكن عشان مثلا كسبا للزمن انا ممكن اخفف واقطعها بصوره اصغر. نعم. على اساس انه اصل للنتيجه سريع جدا. نعم. في الطهي بتاعها. فممكن اخليها في شكل اصابع بالطريقه دي. نعم. وانت كمان حتى فراخ. الاصابع عملت عليها اشكال متقاطعه. ايوه نعم، بيسهل دخول التتبيله فيها يعني. ايوه نعم. فبالطريقه دي انا ممكن اخدتين بعد ذاك اجي اتبل الفراخ بتاعي. وانا في اثناء ما بتبل اسحها ولا اسخن الطاوله بتاعتي على اساس انه
اتبل اعمل اخوط عليها اشوي عليها الصدور الفراخ بتاعتي. نعم، يعني الأكلات الخفيفة دائما اللي فيها شواء، والأكلات اللي بيكون فيها نوع من المحدقات وسريعة، هي الأكلات اللي بتستهوي الشباب في عمر معين، أو خلينا نقول المراهقين. فإذا ربة البيت جهزت لهم أكل زي ده، ما بيحتاجوا إنه يمشي ياكلوا في مطاعم، فأكل البيت مضمون دائما، ويا حبذا إنه تجمعهم مع أصدقائهم يعني. يعني هي في اكل البيت مضمون جدا، وبعدين هي ما بتكلف حاجه وما بتاخد زمن في الاعداد بتاعها، نعم فيمكن تكون يكون احسن له انه يتناولها في البيت مما انه يطلع نعم ويتناولها في مطاعم برا، او يمشي، لانه اولا حاجه حيمشي مشوار نعم زمن لحد ما يصل المطعم ولحد يعني لغايه إذا ما كان يطلب ويجيب هدفهم وحده. إنه يجتمعوا كأصدقاء، ممكن ربة المنزل يعني توفرها عليهم وتجمعهم في البيت على أكلة شهية زي أكلتنا اليوم. ايوه نعم، ممكن الكلام ده يحصل. فهنا بجي بحاول اكب شويه من الزيت على اساس انه نعم اعمل بقى جليزنج للطاوة، او شويه اخليها تكون عشان اليوم ما انت تمسك لي. شيف سامي مستخدم صدور الدجاج، ومستخدم ايضا الانشوقه اللي هي نوع من انواع الاسماك، بتطهى بطريقه معينه اقرب لسمك الفسيخ. فيعني اول مره بنجمع نوعين مختلفين من اللحوم البيضاء مع بعض. فهي انا عندي هنا حتى اللحمه البيضاء بتاعتي، او الانشوقه بتاعتي، فبقوم بضيفها للصوص اللي نعم انا اصلا عايز اشتغله اشتغل فيه اشتغل به باعتبارها هي السلطه، مطهوة يعني. باعتبارها هي جاهزه نعم انا هشتغل بها الصوص. اما مهم. بالنسبه للفراخ ده هحطه كطبقه على وش السلطه بتاعتي بعدين. إذا نشوف بعد ما نذكر المشاهدين بنصائح وفوائد طبق اليوم. بيت الهنا. شيف سامي، قطع صدور الدجاج بدأت تستوي على النار، وانت قلت عندك صوص حتحضره. ايوه نعم. انا اشوف انا عايز احضر الصوص بتاعي كيف، يعني عايزين تكلمنا شوية عن الانشوقة دي باعتبارها واحدة من الاسماك، كيف بيكون شكلها؟ هل هي بنفس الحجم ده ولا بعد الاستواء بتفقد جزء من حجمها؟ هي بتفقد، لانه هنا بيستخدم الفليتو بتاع الشوكة، طبعا نعم. هي بتكون في حجم اكبر شويه بالطريقه دي، نعم. لكن لما يطلع الفليتو بتاعها بتكون شويه اللي صغيره هو بعد لما ذاك. يتم اخلاءها من العظم. ايوه نعم، بيتم نعم. اخلاءها من العظم، وبعد ذاك بنشتغل بها بالطريقه دي على اساس انه نكمل بها الشغل بتاعنا. فزي نعم. ما شايفين هنا عندي المايونيز حطيته، فبجي نشيل حب براعم الهال البراعم، حب الهال المخلله دي. شنو بتفرق البراعم عن حب الهال نفسه في الطعم يعني؟ يعني هي دي كبراعم يعني لسه ما اكتمل النضج بتاعها في بالنسبه لحب الهال. نعم. فبعد ذاك بتتاخد وبتخلل بعد ذاك، يعني بيكون يعني في اذا في اي طعم مر بيكون اتخلصت منه، لانه معروف حب الهال فيه نوع من المراره يعني. ايوه نعم، فهو بتخلص منه وبكون ما فيه اي مشكله ثانيه. يعني شكلها بدينا شكل اقرب للبسله. هو نعم، لانها نعم. صغيره طبعا زي ما ذكرت انها هي براعم بتقطف وبعد ذاك بتخلل، فهي شكلها بكون دائري صغير جدا جدا زي يعني. اذا ما توفرت بالنسبه لنا كونها براعم وكذا، عايزه يعني شخص يكون قريب من المزارع، اذا ما توفرت للاشخاص ممكن يستخدموا عوضا عنها البازيلا؟ يعني البازيلا الا كان انا استخدمها للون، لكن ما بتديني الطعم الاصلا هيديني له حب الهال المخلل ده. فاذا عايز استعمل البسلة فبكون استعملها عشان تديني فقط اللون اللي انا محتاجه. زي ما شايفين هنا الفراخ بتاعي بدأت تكتسب لون ابتدى جميل يكتسب لونه، او خلاص ابتدى ينضج بالطريقه دي. انا اسيبه طبعا واواصل هنا على بال على اساس انه اكون خلصت الشغل بتاعي. هل الانشوقه دي بنفس الشكل ده ممكن مثلا نضيف عليها ملح، ليمون، الحاجه اللي بتضاف للاسماك عاده، وناكلها بنفس الشكل هذا؟ هي ما محتاجه انها تاخذ الاضافات دي كلها، ولكن ده ما بيمنع انه انا ممكن اضيف الليمون مثلا. نعم. لكن ما محتاجه انها تاخذ اي نوع من الاملاح. يعني هي محفوظه ومملحه؟ هي محفوظه مملحه نعم. جاهزه، واي حاجه ما محتاجه اي نوع من الاملاح، لكن ما ممكن لا نعم. ضير انه نحن ناخذ
شويه من عصير الليمون ونضيفه لها. يعني احنا بنلاحظ لونه ما نفس لون السمك بتاع الفسيخ، لانه سمك الفسيخ بيستوي بحراره الشمس وبطريقه معينه. ايوه ده بيستوي كيف؟ فهو ده بالتبخير بتستوي سمك الانشوة. طبعا زي ما انا ذكرت هي فليتات خفيفه جدا وما بتستحمل انها تقعد كتير في النار، عشان كده بتطهى بالتبخير دايما. نعم، واضفت جبنه البرمزان. جبنه البرمزان شويه كمان على الخلطه بتاعتي. بعد ذلك بجي اخلط الخلطه بتاعتي كامله مع بعض بالطريقه دي. يعني اللحوم البيضاء فيها غذاء كبير، وانت اليوم دخلت برضو الانشوقه اللي هي فيها نوع من الاصباغ بتاعت اليود الموجوده في الاسماك عاده، بالاضافه للورقيات. يعني طبقنا مليء بالغذاء في نفس الوقت خفيف ما بياخذ مننا وقت. يعني ايوه نعم، طبقنا ما بياخذ مننا اي زمن، الطبق بيعد بسرعه جدا جدا. نعم. فبعد انا اشوف انا عشان اخلص على الطبق بتاعي بعمل شنو. نعم. بجي اخذ الخص، ودائما انا لما اخذ الخص ما بقطع بالسكين، بحاول اكسر الخص على ايدي. نعم. بالطريقه دي كده. نعم. يعني احجامه شويه تكون كبيره. برضه بيسهل على ست البيت تحضير بيسهل على ست البيت التحضير. حتى لو لقيت اي نوع ثاني من انواع الخس، بالذات الاخضر، بالذات ما يكون ملون. نعم. ممكن انا اشتغل به السلطه دي، فما تكون في اي مشكله في. اذا احنا خليك تحضر الخس الموجود، واذكركم مشاهدينا بمقادير طبق اليوم. بيت الهنا. شيف سامي، بعد ما قطعت اوراق الخس بالطريقه اللي احنا شفناها. طيب قطعت اوراق الخس، بعد ذلك بجي اكمل على السلطه. زي ما شايفين الفراخ بتاعي سوا وانت جنبته. نعم. طفيت النار عليه. فبعد ذلك هنا اجي اضيف الصوص بتاعي للخس. نعم. بالطريقه دي دايما ما احاول اكتر الصوص كثير، اخليه شويه يكون قليل على اساس انه ما يأثر لي. نعم. وبما انه احنا مستخدمين فيها صوص، يعني الاكله بتكون متماسكه فيما بينها، فممكن نعملها سندوتشات يا شيف سامي. فهي في حته انه انا اعملها سندوتشات، اللهم الا كان اعملها سندوتش مفتوح، لانه وانا بخلط بحاول دائما اخلط بايدي، ما بخلط بحاجه ثانيه. نعم. وكون دائما الضغط عليه خفيف جدا، لانه انا عايز الخص يكون لي بنفس الشكل بتاعه. نعم. اللي انا قطعته به ما يدبل. نعم. عشان كده دائما الخلطه بتكون بطريقه خفيفه جدا، ما بكون مضغوط عليه كتير. دي نقطة مهمة جدا في الاستخدام. فبالطريقة دي. نعم. انا اكون خلطته كويس مع بعض. كل المكونات بتاعتي. وطبعا لانك انت مستخدم الجوانتات في يدك. أيوة. لكن نعم. ست البيت ممكن بمعالق خشبية مثلا تستخدمها. هي ممكن تستخدم المعالق الخشبية او الجوانتات، هي موجودة متواجدة. يعني ممكن تجيبها وتستخدمها عادي، ما بتكون فيها اي إشكال. مشاكل. يعني شيف سامي، ممكن نضيف مثلا اضافات بسيطة، انه يكون الى جانب الطبق ده في بطاطا مقلية، يكون في مثلا صوص بالطماطم، حاجة زي دي. ممكن تكون في اضافات زي دي. وطبعا نحن زي ما عارفين انه عندنا هي كسلطه، يعني انا ممكن اخذ معاها بطاطا مقليه كطبق جانبي، ممكن اتناول معاها اي نوع من انواع اللحوم كطبق رئيسي. يعني دي كلها حاجات انا ممكن اتناولها معاها. نعم. فهنا زي ما شايفين جهزت الطبق بتاعي، ممكن الكروم، يعني حتى لو عايز اضيف اي حاجه ثانيه زياده كديكور ممكن انا اعملها. فبعد ذلك اجي اضيف السلطه بتاعتي للطبق بالطريقه دي. نعم. والتباين بين الالوان الخضراء والحمراء الموجوده. ايوه زي ما شايفين بالطريقه دي انا اكون خطيتها. نعم. وعندي هنا الحاجه المهمه جدا اللي هي جبنه البرمزان. البرمزان. فهنا انا يعني احنا تخيلنا انه قطع الدجاج حتقطع لقطع اصغر وتمزج معها، لكن انت خليتها جانبا ومزجت بقيه المكونات. هي ما بتكون، هحطها بس على وجه الطبق بتاعي. نعم. فعندي هنا جبنه البرمزان، بحاول اقطع دائما في شرائح خفيفه بالطريقه دي زي ما انا هسه بقطع. يعني او اذا كان عندي المبشره قشاره او ايوه القشاره ممكن استخدمها وبطلع لي شرائح خفيفه. شرائح خفيفه بالطريقه دي. نعم. بعد ذاك اجي اوزعها على وجه
السلطة بتعطيه بالطريقة يعني دي. برضو وجود الجبن، يعني عندنا لحوم وجبن وخضر، فطبقنا مغذي جدا. واحنا بننصح دايما الفئات العمرية زي المراهقين ما بيهتموا بموضوع التغذية بقدر ما بيهتموا بانه الطعام يكون طعمه حلو ويستخدموه كتسلية كمان. طبق اليوم متكامل، ديك العافية عليه يا شيف سامي. العافية أستاذ سحر. مشاهدينا، قدمنا لكم سلطة السيزر أو سلطة القيصر، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا أتشرق تو تي في، راسلونا على هذا البريد الإلكتروني. إلى اللقاء. بيت الهنا.